النظام الغذائي اولا في الافطار يعتمد على الخبز الكامل. انا كنقول اشياء بسيطه، خبز كامل يكون بالنخاله ديالو، خبز الشعير ولا خبز الدقيق يكون دقيق للقمح المغربي صلب واخا فيه نسبه جيده من السيلينيوم، فيه نسبه جيده من فيتامين ا، فيه نسبه جيده من الالياف، فيه نسبه جيده من 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 الزنك والنحاس وهذه المعادن اللي هضرنا عليها في فريق عمل الغرفه الدرقيه. زيت الزيتون ممكن ناخذ زبده بلديه، ممكن ناخذ السمن، ناخذ الشاي المغربي بالطريقه المغربيه. الشاي كنعرفوا حنايا هو مضاد للاكسده، حتى الناس اللي ما عندهمش مشكل هذوك الراديكوليف وداك الجذور الحره اللي كتخليها العمل ديال الغده الدرقيه الجسم كيخرجها بمضادات الاكسده، ومن ضمنها حمض التانيك والكاتيشين اللي كاين في الشاي. العشره ديال الصباح ناخذ فواكه، تقدر تكون فواكه طريه، فواكه موسميه، تقدر يكون تمر، تقدر يكون شريحه، تقدر يكون زبيب، هذو اصدقاء الغده الدرقيه والجسم كامل. واخا مادام النجم ديالنا هو الغده الدرقيه كنهضروا على الغده الدرقيه، اما الغذاء كيكون مفيد للجسم كامل. انا كنقول عدو الغده الدرقيه هو الغذاء خارج الموسم ديالو، والصديق الغده الدرقيه هو الغذاء داخل الموسم ديالو، والصديق الجسم هو الغذاء داخل الموسم ديالو، وعدو الجسم هو الغذاء خارج الموسم ديالو. الوغ الوجبه ديال الغداء كل فيها سلطه فيها الخضر كذلك الموسميه، نضيفوا واحد شويه نهاريه ونهار لا ديال زريعه الكتان، نديروا الزيت البلديه، نبعدوا على الخل، نديروا الحامض الو الحامض المغربي اللي الناس كيبغيو هذا المذاق هذا، نديروا الملحه الحيه، ما نديروش ملحه، نديروا الملحه الحيه. ناخذوا الوجبه الرئيسيه اللي على شكل مثلا طاجين مغربي اما بالسمك بجميع الانواع ديال الاسماك، ناخذوا فيه خضار ولا طاجين مغربي فيه دجاج بلدي ما كاينش مشكله، اولا اسماك غير مقليه تكون كيف ما كانت ما تكونش مقليه، خبز كامل ما نتبعوهاش بالفاكهه. في العشيه نديروا الكوتي ديالنا على شكل فواكه، سينو نديروا طريز ديال الخبز، زيت الزيتون، الزبده بلديه اولا السمن، هادشي هذا كامل ممكن ناخذوه ما كاينش مشكل، اولا الزيتون يكون صوب مغربي ماشي الزيتون اللي مضروب بالصودا اللي كنشريوهم على برا. اخر وجبه تكون في الوجبه ديال العشاء على شكل صوبه، على شكل شوربه بالخضر كامل جميع الانواع ديال الخضر. الناس اللي كيبغيو ذاك المذاق شي شويه ممكن نسموه بواحد ربعه الحبات ديال الكروفيت ما كاينش مشكل، هذا المذاق لان كاين اطفال اللي ما كيبغيوش ياخذوه ما كاينش مشكل. الحريره المغربيه نديروها ولا بغينا ما نديروهاش بالطحين، نجمعوها بواحد نديروا واحد لا تكستور من الجزر ومن البطاطا، نجمعوها بهاد الكميه هذه، نفس الكميه ديال الطحين كتجي رائعه جدا بالحرص المغربي. كذلك باش ما ننساش القطاني كذلك في الممكن نديروها في الغداء على شكل سلطات. الناس دائما كيقول لك لا وجبه، ممكن ندير القطاني على شكل سلطات مع الاسماك واخا. الوغ العشيه كذلك ممكن ندير الشيشه المغربيه بدون حليب، نديروها باي حاجه. الناس كيعرفوا التحضيرات ديال الشيشه هي الشعير زائد ماء زائد زيت الزيتون. ممكن نديروا هذا النظام، هذا هو نظام الكائن البشري، زائد شرب الماء، زائد الراحه البيولوجيه اللي هي النوم الجيد والحركه، اكيد الجسم والغده الدرقيه غتكون في راحه كامله.